عطاء دنيا بلا حدود من شمس وقمر لحبة عنقود خير لكل الناس من دون حدود بيبقى هالعطر وبتتبل ورود وبتتبل ورود ضلك بالفكر عايش وموجود وقت اللي عم بيمر راح وما بيعود عيش الدنيا عيش من دون حلقة اليوم من يوميات بلا حدود بتخدنا لبداية مشوار سيرين وأنطوان وعملهم على إطلاق مجموعة التصاميم ريدي تو وير الخاصة بسيرين. هي نقول إنه صار لي تقريبا شي 7 سنين ونص بنحكي بهذا المشروع صح. اليوم قررت إنه لازم أنا أعمل خطوة اليوم وعيتك شوي بكير زيادة عن اللزوم تنعمل نبلش بأول خطوة بمشروعنا ريدي؟ ريدي. وأخيراً اليوم اجت سيرين وتقريباً إذا بدكم جبرتني نبلش باللاين اللي كنا متفقين عليه من قبل قلنا فترة عم نحكي فيها رح نعمل لاين ريدي تو وير حيكون سيرين باي أنطوان قارح هيدا أكيد رح يكون في تاتش تبعها حنتعاون على موديلات جديدة عم نحكي شو بدنا نعمل شو البرنتس رح نقررهم أكيد في عنا جلسات كتير لبعدين تنقرر فيها وأنا عندي موديلات براسي عبالي كتير إنه ننفذهم أنا وياك هلأ بدي نفوت ببانتالون اوكي بنطلون يكون خصره عالي لارج بدك بنطلون لارج من تحت ولا بدك ضيق ضيق ستريت ستريت مع جيب من فوق بدك اياهم مع ريفيرات تبعهم ولا بلا ريفير مع ريفيرات خصره عالي ايه بدي هيك يكون عالي تاري شو بتحسي انت القريب لك ما انا عارف شو رح تختاري مبدئيا انا الواني يعني شو بتحسي انت بيشبهك اوكي هيدا الشيء وهيدا هذا يمكن اغمق شوي هذا بيعطي عخض اخضر اكثر لكن انا شفته مثل بعضهم الا اذا انا عميت اسود هذا مشكلة هذا بريك بدي انا هذا بوردو هذا بوردو اذا كنت تقتلوه لسيرين الأولى أنه شيء أخوض بالقصات مثلا شيء طالع شيء نازل شيء بعيد عن الكلاسيك شوي ولا ممكن ما بدي أتقبله مثلا إذا بتقول كف عالي كف قصير بتضيع رحنا نص فبدي عطول شيء أنه يكون شوي فمنين ناعم أكتر بيشبه كاركتيرا شيء ما يكون غريب مثلا اليوم عم بقول لها شو رأيك نعمل مثلا لون أورانج بريك شايفت اللون شوي زي عن البريك فكتير عندها قصص هي هيك بدها اياها ما بدها اكثر تزيح عن اللون نتفي ما بتزبط مهم انه بيزك انه هي دانتيل كيف تتخيلي اللون شو اللون كحلي من فوق والدانتيل دانتيل اسود وكحلي بعدني هلا كثير حبيت شو عم تعمل ايه اليوم حسيت انه بلشت احسها جد اكثر يعني قبل كنت حبتها للفكره وكل شيء بس اليوم بس شافت القصص عم ناخدها سيريس وعم نطبق ونحط ديتيل حسيتها انه اخدتها جد اكثر للكولكشن بلا حدود بلا حدود
بعد فترة كبيرة من الجهد والعمل الحلم صار حقيقة، واليوم سيرين بتقوم بتجربة أول فستان من تصميمها. قدي حلو؟ كتير حلو. إذا بتجي لألي أنا بفضل اللبتوني اللي تحت تكون أكتر قريبة للون البشرة، هيك فاتحة. يعني أنا بفضل أنها تكون أغمق لتمشي تبين كأنه ما بين كأنه أبيض، يعني شيء هيك فاتح، بين أغمق نكزي. عرفت؟ هو اللي بده ترخيه لأنه أنا عندي هو لهذا الفور. بس حبيت ستيل الكوتير كتير، إنه ما نشغل كتير شاك، شغل ديتيلز كتير بالقماش. لا هو إله علاقة إيه بالقصة وسهل، يعني تماما مثل ما أنا بحب. بس تحلي شوي إيه سهل إنه أنا بحب، بس كتير حلو. وأهم شيء إنه في شيء بلمع، ما في شيء. هلا أنا إذا بتجي لألي فضل بلا هولي، بحب الشغل هيك من فوق ويجي هيك عم بيخف أكتر من تحت. هلا أنت شيء حاسة فيهم كتير لأنه شادين هلا. لا حسيت إنه عبالي يبين الضغطين أكتر. حلو بس حبيته. أنا كان عبالي شوفه وهلا شو رأيك صبايا؟ هذه أول بيس. إتس إتس شكرا. يعني أنا إتس كتير عجبني إنه هالقصة اللي عليك وعجبتني على هيدا الفتحة من ورا، كتير حلوة مع يعني الشغل ما من ورا، والقماشة هي كتير حلوة. إتس إتس كتير حبيته عليك. بولات بس بتكون اسمك كم كمان هون شوي ايه تطلع تكون اعلى صح؟ ايه كثير هيك ايه اعلى احلى تجي هيك. شو حلو الكتف؟ سيسو فرجيني بس شوي هيك كثير احلى هيك. احلى من طبعا ايه كثير احلى هيك. شو بتحط هون انت هيك مثل الحديده؟ حديده على طرف البولات وبتوقف ايه. هيك ايه كثير حبيته. هيدا اكيد بدنا تسكرها لانه ايه. بتصير مفتوحه. ما هي هيك بس رخيعه يعني مبين اصغر ايه بس هنا على الطعنه بتنزل لأنه مبين إنه ياسو أصغر. إيه. حلو واللون حلو كتير. بس أنت ما معقول أنت بيجي عليك يخسر على طول الترامب كات. موت بهيدا اللون. موت. إيه هذا من ألوانك وهذا من لون كولكشن. شفت أنا ولما نقيت أنا من الكولكشن الألوان نقينا هيدا اللون أول شيء. لأنه بنبقلك. كتير. هيدا وبوردو وعلى زيت. والقالب غالب. ما بدي دعم نعيده. حلو فرجينا الباك. البعض حلو اكيد بعد بده ديتيل شغل يعني. انا بس بدي اقول شغله انه هو طبعا كثير حلو هيك، بس انه انا كثير صاير على بويل اذا في فتحه على الاجر يكون مسكر يكون كله مسكر. عرفت؟ اصلا هذا من ستيلك انت بتذكرك انت مره عامله موديل ظهره كله تيول وقدام اسود اكيد ستيلك. وهذا اللي بيجمعنا انا وياك. إذا فكركن إنه سيرين سهلة الإقناع من الضروري تتابعوا معنا كفاية هالحلقة. صبايا خلص البنطلون؟ خلص؟ شو؟ هي بيا سيسو؟ لا أنت بتشوفني بهالشي؟ حلو بس أنا حس بدي فرق الدبكة. لا كتير كتير ديفرنت. يلا علمني شو دبكة؟ ايه هيك. هل تبا يزعل مني أنطوان؟ هو حلو الفستان، يعني هو كتير حلو الفستان، بس في كتير أوقات انه عن جد أذواق بتختلف. يعني ممكن أنا يعجبني فستان أحد مثلا حدا من المشاهدين ما يعجبه أو حدا من حوالي ما يعجبه، والعكس تمام. فالدني أذواق. أنا حبيت ألوانه طبعا للروب، بس شكله هيك كيف هو قطعتيه فوق بعضهم مش أنا كتير دبكة. يا كنا سوا. لا بس عن جد حلو. مش عم بمزح. لا ما حبيت. بس أنا شفته حلو. شفته كيف؟ هاي أول مرة فرجيكم كيف إنه نتناقض أيام على قصص. مثلا هي ما حبته. آخر واحد حسيت حالها مش فيه. أنا بلاقيه كتير حلو. تبع الدبكة؟ ليه أنت بتسميه دبكة؟ وأنا عملت لي هيك يعني أنت موافقني مولد دبكة. لا أنا هيك أنت سميتي. زفة.
حبيت التناقض بالالوان اول شيء وبالستيل اللي هو ما بيشبهها بس حبيتها تقيسه. هو حلو بس انه انا انت مش انت يمكن بس هو هذا البنت اوكي هذا رح يركب يتركب له تاي هوت من هون سحاب من تحت جولد وديتت اكيد استحبيتها. حبيت كثير الفستان كيف طلع عليها اعطتني ريماركات هي شو حابه تغير. اكيد هلا نحن عم نقيسه على سيرين بكره بعد ما نعرضه بالشو بس بدها تلبسه رح يكون في ديتايات معينه نعدلها. انطروا لكن الكولكشن تبع سيرين والكولكشن هوت كوتور تبعنا. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقه اليوم من يوميات بلا حدود تتعرفوا اكثر عن مجموعه سيرين والمصمم انطوان القارح. لاقونا بالحلقه المقبله. الفكر عايش وموجود.